أهلا بكم مشاهدي الكرام في فقرتنا التالية، واللي من خلالها رح نتعرف إياكم على واحدة من الصبايا الأردنيات اللي منفتخر ونعتز فيهم دائما. ضيفتنا هي حافظة للقرآن الكريم، وأنا بتأكد أنه كل واحد منا بيتمنى لو يكون ابنه أو بنته زي غفران. غفران هي بدأت بحفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظافرها وهي في الصف التمهيدي، واستمرت يعني قطعت قليلا بس بمساعدة الوالدين استطاعت الآن أن تكون حافظة للقرآن الكريم. فحبينا أنه اليوم يعني نتعرف عليها ونكافئها بكلام جميل فيما يتعلق بالحديث عن الحفظ القرآن الكريم ومن يقوي علاقته سبحانه وتعالى من يقوي العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فهذه العلاقة هي الأبقى والأدوم والأفضل، لأننا دائما نسعى في حياتنا إلى تقوية علاقاتنا مع الأصدقاء والزملاء والأهل، ولكن العلاقة الأقوى والأمتن هي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان بحفظ القرآن الكريم غيبا كاملا؟ غفران عبد الرحمن صالح هي ضيفتنا لهذا الصباح، من حييكي وإحنا سعيدين باستضافتك يا غفران، وما شاء الله عليك ومبارك هذا الحفظ، مبارك النهج اللي أنت اتبعتي، إن شاء الله بتكوني من الأبناء الصالحين دائما. أهلا وسهلا غفران. أهلا فيك. أهلا غفران، اذكري لي من أي سنة أو صف بدأتي بحفظ القرآن الكريم وكيف كانت البداية؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدأت مشروعي في الحفظ من أنا صغيرة من KG1. بدأت حفظت الحمد لله جزء عمه وتبارك. طبعا أنا ما دخلت إنه روضات، إنه كانت مدعمة إنه بجميع المستويات الدراسية. بديت في مركز تحفيظ قرآن أساسا، فهذا اللي ساعدني وخلاني إنه أحفظ أكثر. فإنه بدأت صف KG1 KG2، بعدين اقتطعت بداية الفترات الدراسية الأولى. فعليا بدأت المسار مستمر من 4 سنوات تقريبا. كان عبارة عن مشروع قائم على حفظ القرآن الكريم كاملا بداعم طبعا أنت بجمعية المحافظة على القرآن الكريم. المركز اللي أنا فيه تابع لهذه الجمعية اسمه مركز التقوى. طبعا هذا اللي ساعدني ومعلميتي ساعدتني كمان. طبعا وحفظتي قديش يعني وصلتي خلال 4 سنوات؟ يعني كل عام كنت تحفظي إشي معين ولا في فترات أكثر من غيرها؟ كيف كان طريقة الحفظ يعني؟ طريقة الحفظ عبارة عنه كان حسب استطاعة كل وحدة، إنه كل وحدة قد بتقدر بتجيب. كان عبارة عن تلقين، إنه نروح شبه حفظينه بس إنه عاد التمكين. تقريبا كنت أحفظ بالشهر 5 إلى 6 أجزاء. ما شاء الله عليكي. طيب هل أنت بالصف الأول ثانوي علمي؟ شاطرة بالمدرسة؟ الحمد لله. قديش معدلك العام كان؟ كان 88. 88 ما شاء الله عليكي. خلينا نحكي على دور الأهل غفران فيما يتعلق بمساعدتك ومساندتك لحفظ القرآن الكريم. الحمد لله أهلي كانوا كتير ماشيين معي بهذا الطريق، كانوا داعميني. أول ما أحس إنه حالي يحسوني إنه ممكن بعدت شوي يرجعوا يرفعوا من معنوياتي وشجعوك طبعا. كانوا إنه ماما وبابا إنه متعاونين، إنه مصرين على إنهم يوصلوني حتى لو إنه كانت المسافة بعيدة. يوصلوك على الجمعية؟ يوصلوني على المركز، على المركز المحفظ. المركز اللي بيحفظ القرآن الكريم وساعدك. الجمعية فعليا إنه ما كنا إنه كتير نروح، هي مرة واحدة تقريبا رحتها. طبعا هي المركز التابع للجمعية، بس أنا بقصد اللي يعني المركز أو الجمعية الأم اللي هي إلها المركز أو الفرع في منطقتك. هو رغم إنه مش قريب عبيتك بس كانوا أهلك يوصلوك حتى. أنا فعليا أول ما بدأت بالحفظ كان قريب جدا للهذا، بس بعدين ظروفي إنه ما سمحت لي إنه أضل قريب منه فاضطريت أبعد، ومع ذلك كانوا يوصلوك. طيب تختاري لنا آية هيك، يعني أنا اللي سمعته منك كمان إنه أنت بتجودي القرآن الكريم ليس فقط حفظا، تجويد كمان. طبعا هذا الفضل للأحكام والأصول. نعم الفضل هذا لربنا طبعا الحمد لله، ساعدني على إنه أقرأ بإتقان وهيك. وطبعا الفضل ثاني إشي لبابا إنه والدك كان يعيني تقريبا، إنه أنا كتير بحب إنه أقلد صوته. طيب تفضلي، ممكن تختاري لنا إشي لو سمحتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك. طيب كمان يعني في قضية كتير مهمة أنا هيك حبيتها منك، إنه الموضوع لا يتعلق بالرغبة فقط، هو كمان بدافع مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنه في ميزان حسنات، الواحد يجب أن الحسنات أنها تغلب على السيئات بإذن الله. حفظ القرآن أو حافظ القرآن، أنت بتعرفي شو يعني إيش بيعمل حافظ القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم طبعا يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هاي أولا. ثانيا ينير قلب المؤمن في قبره، يلبس والده تاج الوقار في الجنة، هاي من أعظم الدرجات، طبعا هو في الدرجات العليا في الجنة. الحمد لله، وهاي كثير قضية مهمة. تنين كمان شوفي كيف انت، انا لما تحدثت معك قبل وهلا ولمست سهير حكت لنا انه عنك، قالت في عندك كثير من الخشوع والالتزام والهدوء والسكينة. أنا متأكدة أنه حفظك للقرآن الكريم زاد مثل هذه الأمور في نفسيتك وشخصيتك. حسيتي على حالك هذا الأمور، أنها حفظ القرآن وتلاوة القرآن بشكل متواصل أضافت لك هذه السكينة وهذه الطمأنينة بشخصيتك؟ حفظ القرآن الكريم بحد ذاته قراءة وحفظا بيعطي للإنسان هدوء في نفسه، راحة. إن كان فيه هم أو حزن، قراءة القرآن تريح القلب. الحمد لله. صحيح، الحمد لله. طب كمان أنت هلأ يعني من ضمن الأشياء أنت مشاركة في مشروع لآسيا، لقارة آسيا. هو هذا بالتعاون مع شفيع، هو مشروع شفيع كان بالتعاون مع كفلاء في دولة الكويت. طبعا كان على مستوى آسيا. هاي بداية هذا المشروع كانت بداية بعد أول ثلاث أجزاء ختمتهم، هم جزء عمة وتبارك والمجادلة. الحمد لله بعد ما امتحنت هذا الامتحان الحمد لله جبت الأولى على شعبتي. بعدين بدأ هذا المشروع. كم طالبة كنتوا اللي مشتركين أو اللي دخلتوا بالمسابقة حتى يعني يختاروا منكم؟ ما يقارب العشرين. 20 طالبة تقريبا، هاي بداية مشوارنا كان. بعدين من بعد هذا الامتحان انه في ناس الحمد لله تقدموا، انه اجتازوا هاي المرحلة وفي ناس لا. فانه اللي اجتازوها صاروا في هاي الشعبة، شعبة الشفيع. طب شو المعايير كانت؟ يعني ليش بفضلوا غفران او تم اختيار غفران عن غيرها من العشرين؟ شو الاشياء اللي هاي كانت بالاعتماد على النجاح. على نجاح بالكم، كم الحفظ ولا طريقة الأداء كمان؟ كان عن كم الحفظ. وما يغلطش الحفظ كمان. أيوة. الأحكام التجويد، كل هاي اللازمة للحفظ. الدافع إنه يحسوا إنه هاي البنت إنه عندها قوة للحفظ، عندها الدافعية كمان إنها تحفظ. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هلا إيش متوقع حالك يكون بمشروع شفيع؟ إن شاء الله يكون لك نصيب. إن شاء الله. أنا فعليا هيك شبه إنه انتهى مشواري إنه في شفيع. طبعا هلا تقدمت لامتحانات متراكمة، كانت إنه كل ما أنهي خمس أجزاء أمتحن فيهم بتراكم. إن شاء الله رح أتقدم لامتحان أكبر من هيك. ما شاء الله عليك. إن شاء الله. ممكن أطلب منك كمان آية هيك صغيرة نسمعها من صوتك حتى نبارك صباحنا وصباح اللي بيسمعونا إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. غفران، يعني أنا متأكدة أنه كل واحد يتمنى أنه يكون بنته أو ابنه زيك. الله يبارك لوالديك إن شاء الله، وإن شاء الله بتلبسيهم تاج الوقار يا رب، وينير لك الدنيا، أن يعني ينير الله لك الدنيا والآخرة بإذن الله. إحنا سعيدين فيك، الله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله تكوني هيك من الأوائل في التوجيه أيضا. أمين يا رب. بس بحب أقدم شكري لأمي الثانية، هي معلمتي اللي أعانتني على حفظي، كانت مصرة فعلا الإصرار التام أنه أحفظ، لأنه كانت تقول لي أنه أنت عندك دافعية للحفظ، وهي كانت كمان واضح انها اعانتك. يعني شوفي التشجيع مهم. على كل حال، شوفي الاشياء لا تتجزا، او الاخلاق لا تتجزا، والمبدا لا يتجزا، وانت اكدتي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا سيكون معك دائما. اسمحي لي انه احنا هيك يعني هديه متواضعه لا ترتقي الى مستوى يعني موضوع ثقتك بنفسك وقديش أهلك دعموك فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم، البنك الإسلامي الأردني حب يعطيك هدية، أنت تختاريها، مبلغ من المال 300 دينار، أنت تختاري الهدية لنفسك اللي بتحبيها. تفضلي. وكمان حلويات النجمة، هم جابوا لك أشياء حلوة حتى تحلي أصدقائك وتحكي لأصدقائك ولكل الناس اللي بيحبوك، يحلوا تمهم بحلويات النجمة وتحليهم، لأنك إنسان إن شاء الله أن تكوني دائما واثقة وعند حسن ظن الله سبحانه وتعالى. شكرا غفران، أهلا وسهلا فيك. هاي الحلويات إليك يا غفران.